بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي أنا عاوز أشحن الباور بانك من الطاقة الشمسية. دلوقتي أنا خايف أدخل فولت عالي. طبعا هو الباور بانك معروف محتاج 5 فولت علشان يشحن. هو مش مهم يشحن في قد إيه، أكيد الطاقة الشمسية هتبقى أبطأ بكتير من الشاحن العادي، ولكن هتقدر تشحنه لو أنت ما عندكش كهرباء من الأساس. فهنا هنجرب مع بعض. أول حاجة هقيس، أنا جبت لوحين صغيرين زي ما احنا شايفين كده ووصلتهم على التوازي، تمام، على التوازي عشان ايه يدوني ايه قدرة أعلى أو يدوني أمبير أعلى يعني. أوكي، زي ما احنا شايفين مع بعض اهم موصلهم على التوازي، الموجب والموجب والسالب مع السالب، لأن أنا مش محتاج فولت عالي، أنا محتاج أمبير عالي أو قدرة أكتر. فهعمل ايه دلوقتي؟ أنا دلوقتي هقيس الطاقة بتاعتهم، الفولت بتاعهم بالافوميتر. اوكي، بيديني دلوقتي 6.5، وساعات بيوصلوا ل7 في ضوء الشمس اللي أشد من كده، ممكن يوصلوا كمان لإيه؟ ل7. طبعا بيزيد اهو، تمام، بس ممكن يوصل لايه؟ ل7. فانا مش عارف لو دخلت ال7 دي، هو على فكره بيوصل ل7، انا جربته قبل كده يعني، مش عارف لو دخلت ال7 للباور بانك ده هيبقى كويس ولا مش كويس. فاحنا دلوقتي هنعمل تجربه تانيه. التجربه التانيه دي هي ريجليتور. الريجليتور ده تمام بياخد مني وبيديني 5 فولت، تمام، هو الرمز بتاعه 7805، تمام، ده ايه عشان لو حبيت تبحث عنه او تشتريه يعني. اوكي، فدي حاجة انا كنت اعملها للتست، اركب فيها الريجليتور ده بدل ما اقعد الحم كل شوية، اعمل لحام يعني، لا اركبه على طول واخد من هنا من اطرافه. في الديزاين بتاعه او في الداتا شيت بتاعه على الانترنت، ده الان او الطرف ده الان، واللي في النص ده السالب المشترك، واللي هناك ده الطرف اللي هو المفروض الاوت. اوكي، فانا هدخل هوصل الموجب بتاع الطاقه الشمسيه ده هنا في الان عشان اخد الاوت، اخد الاوت من الناحيه دي، تمام، اخد الاوت الخمسة فولت بقى خلاص. والسالب المشترك ده كده كده هيبقى متوصل بالاثنين، سواء الخارج ليا او اللي انا هدخله من الطاقة الشمسية، تمام. فانا هوصل ده دلوقتي هنا باسلاك. دلوقتي انا وصلت الموجب بتاع الطاقة الشمسية اللي هو بالاحمر ده، انا واخده من الطاقة الشمسية اصلا من وصلات USB، موصلهم على التوازي، ها مش على التوالي، ها على التوازي خلاص. فخدت الان دخلته هنا، والسالب المشترك اهو في السالب بتاع الطاقة الشمسية، وده الخارج اللي هو الموجب الخارج خلاص. فلو انا وصلت الموجب كده والسالب وجيت قست كده كده اهو اهو 5 فولت، حاجات بسيطة جدا، 4.96، شايف؟ يبقى انا كده ايه اشحن بيه الباور بانك وانا مطمئن يعني، عشان ما يحصلش فيه، ما ادروش فولت عالي فيبوظ او يحصل له حاجة، لان انا يعني قريت الكتالوج بتاعه مش متوضح عليه، مش عارف هو الماكسيمم بتاعه كام، فعشان كده حبيت اعمل الموضوع ده. انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هجيب كابل زي ده وهوصله، كابل اهو قطعه، وصلت شحنه عاديه، اقطعها من طرف ونجهزها خلاص. هوصلها في الخارج، مش هوصلها في اصل الطاقه الشمسيه، لا هوصلها في الاوتبوت بتاع الريجليتور. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا عملت زي ما قلت لكم، اوكي، وصلت الوصله اهي، تمام، بالخرج بتاع الريجليتور. الخرج بتاع ايه؟ الريجليتور، مش الخرج بتاع الطاقه الشمسيه. الخرج بتاع الطاقه الشمسيه دخلته ان للريجليتور، خدت من الريجليتور اوت. الوصله دي دلوقتي انا موصلها في الاوت. اوكي، طيب انا دلوقتي هركب الوصله دي في الباور بانك وانا مطمئن لاني استهمعت. اهو الباور بانك بيشحن يا جماعه اهو، تمام،
ما كانش منور، دلوقتي هو منور وايه وبيشحن. طبعا طول ما هي متسلطة في الشمس هتشحنه اسرع. وطبعا لو جبت لوحة تالتة ورابعة ووصلتهم على التوازي، على التوازي، بكرر على التوازي، هيبقى الموضوع آمن جدا بفضل الله، وبالعكس هيشحن أسرع كمان زي ما احنا ما شايفينه هو بيشحن اهو. بس كده انا بشحنه بطريقة آمنة، يعني بدخله 5 فولت وانا مطمن، مش هدخله اكتر من ايه من 5 فولت، لان هم كاتبين عليه ان الان بتاعه في الشحن هو ايه ال5 فولت، وبكده شحننا من الطاقة الشمسية. تمام. ودي الوصلات اهي من قريب، علشان لو ما كانش الفيديو واضح ولا حاجه، خلاص سيبنا من الافوميتر دلوقتي. خلاص ده الريجليتر اهو، خلاص دي حاجه انا عاملها عشان اجرب بيها، وكنت وضحتها في فيديو قبل كده. ده الان خدته، ده الموجب بتاع الطاقه الشمسيه، خلاص. وده السالب المشترك اللي في النص ده، عرفت الكلام ده منين؟ من الداتا شيت بتاعه الريجليتر 7805. خلاص ده السالب المشترك، يعني سالب ادخله للريجليتور واخد منه عشان اخد مع الخارج بتاع الريجليتور ده. انا وصلت الوصله دي في السالب المشترك، الوصله دي اهي اللي انا شحنت بيها الباور بانك، وصلتها في السالب المشترك من ناحيه، وفي اوت بوت الريجليتور من ناحيه، وهنا الطاقه الشمسيه اللوحتين دول موصلهم على التوازي. يعني ايه على التوازي؟ يعني السالب مع السالب والموجب مع الموجب بالطريقه دي كده، علشان يديني قدرة أعلى. ما أنا مش عايز أزود الفولت، أنا لو وصلتهم على التوالي هزود الفولت، بس أنا مش عايز أزود الفولت، أنا عايز أزود الأمبير. فعلشان كده عملت إيه؟ وصلتهم على التوازي عشان أشحن بيهم وأجرب بيهم اللي أنا عايزه. بصوا يا جماعة دلوقتي، طبعا الشمس بتغيب شوية وتيجي شوية، ده الباور بانك أهو شحن بفضل الله لمبة. طبعا الناس اللي فاهمة يعني إيه باور بانك عارفين يعني إيه شحن لمبة. هو كان بيشحن هنا خلاص، ودلوقتي بقى يشحن هنا في الثالثه، يعني معنى كده ان هو خلص شحن دي. اوكي، الشمس زي ما احنا شايفينها هي بتغيب وبتيجي، يعني لو مستمره كان هياخد وقت. خد حوالي ساعتين في اللمبه دي، خد حوالي ايه يا جماعه؟ خد حوالي ساعتين. ودي بصراحه حاجه ممتازه جدا، والطريقه دي انا انصح بيها، لان انت هتاخد وقت في شحن الباور بانك ده من الشمس، من الشمس يا جماعه، يعني من غير كهرباء اصلا. يعني لو الكهرباء قطعه هتعرف تتصرف، وهتشحن بقى الموبايل بتاعك من الباور بانك بسهوله. فدي كده بفضل الله طريقه انصح بيها، وطريقه ناجحه بفضل الله بالنسبه للبطاريات، لان الباور بانك ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بطاريات خلاص متوصله على التوازي، وفيها دوائر شحن عشان تشحنها، وعشان تاخد منها بتاخد فولت قليل من البطاريه وتديك انت 5 فولت وتشحن بيهم الموبايل بتاعك. فالطريقة دي بفضل الله ناجحة جدا، انك تشحن الباور بانك اللي هو عبارة عن بطاريات من الطاقة الشمسية دي، بفضل الله طريقة ممتازة جدا. وانت هتشحن بعد كده من الموبايل بتاعك، يعني انت كده يعتبر شحنت من غير اي حاجة تخص الكهرباء ال 220 فولت. حاجة برضو عايز اقولها قبل ما انسى، ان بنفس الطريقة وبنفس الوصلة والاتنين واصلين مع الشمس تمام بفضل الله، بنفس الطريقه بنفس الوصله هركب الموبايل. الموبايل اهو ما بيشحنش، خلاص انا هركبه في الشاحن. اوكي اهو تمام، انا كده ركبته، هو بيشحن اهو، خلاص بيموجي ايه بيشحن تمام كده. هو واخد، بس خد بالك واخد من الريجليتور، نحطه في الضل عشان يبان، واخد من الريجليتور 91%. خلينا بقى ايه نراقبه شويه نشوف هيزيد ولا لا. ما هو لازم عشان يكون بيشحن لازم بالفعل يزيد يشحن، حتى لو بيزيد بعد فتره بس يزيد. هنراقبه شويه مع بعض. طيب بصوا، الشمس غابت، مش غابت يعني في ظل جه على الشمس. بصوا ايه اللي حصل، فصل شحن. يعني هو دلوقتي كده مش اللمبة مش منورة، هو كده ايه مش واصل. يعني طبعا لما الضلة تروح وتيجي الشمس تاني هيستمر. فاحنا هنجرب، يعني انا مش هسيبه الا لما اشوفه زاد. لو زاد
يبقى شحن شحن حقيقي، ما زادش يبقى ما شحنش شحن حقيقي. انا مستني اهو الشمس ممكن تيجي تاني دلوقتي اهي. بص ما فيش شمس، ازاي الضلة في شمس بس في ضلة، شايف؟ بص شايف، ايوه بدأ ممكن تيجي تاني اهي. بص الموبايل اه رجع اخضر تاني، اللمبة نورت اهي، اللمبة دي وبدأ رجع ايه يشحن تاني. هفضل مستني برضه، لان هو لو ما زادش يبقى طريقة الشحن دي ما تفيدنيش، لازم يزيد بجد. اه بص رجع تاني ايه، الشمس غابت، واخد بالك؟ ما بتيجي بيزيد. على فكرة حتى هنا هتلاحظ برضه بيقعد يغير كل شوية، يقول لك ده هيشحن في 9 ساعات، ده هيشحن في نص ساعة، واخد بالك؟ ايه علاقة ال9 ساعات بالنص ساعة يعني؟ انت متخيل؟ يعني دلوقتي بيقول لك هيشحن في نص ساعة، لما كان قاطع كان بيقول لك هيشحن في 9 ساعات، فاهم الفكرة؟ هو لو هيشحن، لو فاضل نص ساعة ويشحن ال9% دول يبقى بصراحة حلو، لو طاقة شمسية يعني. بس طبعا لازم تكون الشمس شديدة، يعني مستني كده عليهم الاتنين شمس. لا بص هحاول ايه اجيبهم في الشمس كده، يعني هحاول اخلي البوردة كلها او اللوحة كلها او البانل كلها عليها ايه شمس بالمنظر ده كده، تمام؟ عشان اخد اقصى جهد ممكن، انا مشغله مع التوازي عشان كده، عشان اخد جهد. طبعا كل ما هتزود انا معاك اهو، لسه 91 ما زادش ولا 1%، لو زاد 1% هسيبه، خلينا نراقبه مع بعض اهو. بص هو كده حصل ايه، ده قل يعني من 91 بقى 90، يعني هو الاستخدام الشاشه شغاله وطبعا انا عارضها قدامكم، فبتستهلك من البطاريه، فاستهلكت اكتر ما شحنت. انا برضو معاه، لو رجع زاد تاني انا معاه اهو، احنا هنراقبه مع بعض عشان نشوف هل الشحن ده فعال ولا لا. طيب عموما هو طول قوي على 90% وما نقصش وما زادش، فانا هسيبه شوية، اكتر كده وايه، وهرجع لكم تاني هقول لكم الطريقة دي اصلا مفيدة ولا لا. اوكي بصوا انا قللت الاضاءة وبرضو مفيش فايدة، يعني برضو 90% او بيقل كمان. فطبعا الطريقة دي انا لا انصح بيها ابدا ابدا ابدا، خلاص عشان بس تبقوا فاهمين ليه الموبايلات ما بتزيدش وليه مش بنعرف نشحن بالطريقة دي، تمام؟ وانا مش هينفع ادخل كمان للموبايل فولت، هي المشكلة مش في الفولت، يمكن لو جبت مثلا ايه 4 تلواح تاني، بس مش هينفع اعمل حفلة يعني، فهم كفاية او 2 مش جايبين معاه. فالطريقة دي بصراحة انا ما انصحش ايه بيها خالص، تمام؟ فعشان كده احنا الطريقة دي مش هتنفعنا، فخلاص طريقة الباور بانك زي الفل وشغالة تمام زي الفل، فرجعنا الباور بانك تاني يكمل بقى براحته، تمام؟ وهي دي بفضل الله الطريقة التمام، يعني هي دي ان انا اشحن الباور بانك براحتي من الطاقة الشمسية على مهله، يشحن على مهله براحته خلاص، وارجع اشحن الموبايل منه يبقى زي الفل بفضل الله، تمام يا جماعة؟ ودلوقتي بفضل الله زي ما وعدتكم، الكتابة اللي شفتوها في اول الفيديو ان انا هقول لكم بتجيبوا الحاجات دي منين، الموضوع سهل جدا جدا جدا. بالنسبة لكل الحاجات اللي تخص الالكترونيات، طبعا ما تسالنيش عن الوصله، الوصلات دي انت هتجيبها وتقطعها وهتطلع السلك منها بالولاعه، يعني سهل خالص. لا تجيبها من المول، انت عارف، او من المول او من محلات الموبايل او كده، دي سهله، الوصلات دي متوفره جدا، اللي هي اليو اس بي والكلام ده. بالنسبه لدوائر اللوحات الشمسيه دي هتجيبها من عند بتوع الالكترونيات، المتاجر اللي بتبيع الكترونيات، اوكي؟ هتجيبها من عندهم وهتسأله وتشوف الطاقة بتاعتها قد ايه، عايز تجيب واحدة كبيرة براحتك، مش هتعرف تلحم هاتها بالسلك جاهز زي كده، تمام؟ بالنسبة للريجليتور نفس القصة، الريجليتور ده ب2.5 جنيه على فكرة، عشان هات منه شوية عشان لو حاجة لو اتحرق ولا حاجة ولا حصل حاجة تغيره يعني. والفيديو ده لو عجبكم بفضل الله نعمل لكم فيديو تاني ازاي اعمل دي، إذا أنا عملته بس لسه في شغل يعني ما خلصش، فنعمله لكم إن شاء الله بإذن الله. أما بالنسبة للريجليتور والحاجات دي كلها من عند بتوع الإلكترونيات، حتى السلوك دي لو عايز تجيبها، كل الحاجات دي لو عايز تجيبها، لو أنت مش هتعرف تعمل دي خلاص أنت ممكن تخليه لحمهولك، يعمل لك اللحام ويبقى جاهز، يعرفك الإن فين والأوت فين والكلام ده كله، وتوصل أنت أو تخليه يعملها لك الحركة اللي أنا عاملها دي، اللي أنا عامله إيه الواحدة بس مش كفاية خلاص، فجبت 2 خلاص. طبعا الاسعار متفاوته،
الأسعار متفاوتة. أه وصلتهم على التوازي بالريجليتور، وخدت من الريجليتور 5 فولت عشان أشحن شحن آمن الإيه الباور بانك. ووريتك ما بشحن الموبايل ما بينفعش خلاص، لكن الباور بانك لا بيشحن خلاص كده. كده خلاص متهيألي مفيش. طبعا انت عارف الباور بانك هتجيبه منين، طبعا يعني مش محتاج الباور بانك. الباور بانك والحاجات كل ما يخص الموبايل كلها متوفره في المتاجر سهله، لكن انا بقول لك على بتوع الالكترونيات. متاجر لو انت في مصر هنا خلاص تقدر تروح وسط البلد عند مول البستان في باب اللوق، هتلاقي تجار الكترونيات كتير جدا. لو انت بره ممكن تجيب اونلاين، او كل بلد بيبقى ليها المتاجر الخاصه بيها. وفي برضو موقع ram.com، الموقع ده تقدر تشتري منه وتعرف المتجر فاتح فين بالظبط وكده، طبعا على حسب البلد اللي انت فيها. وبس كده، يا رب تكون فادتكم. ويا رب يعني خد بالك، انت لو النور قاطع عندك او بيقطع عندك كتير هتحتاج الطريقة دي جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.